عليكم مشاهدينا الأكارم، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحصة الجديدة من برنامج عين على فلسطين. فاز حزب الليكود بزعامة نتنياهو في انتخابات الكنيسة الإسرائيلية متفوقا على المعسكر الصهيوني الذي حل في المرتبة الثانية، فيما حلت القائمة العربية المشتركة في المرتبة الثالثة. ردود الفعل الفلسطينية كانت متشائمة بعد فوز نتنياهو، خاصة بعد تصريحاته المستفزة والتي أكد فيها رفضه لقيام دولة فلسطينية ولتقسيم القدس. هذه التصريحات قوبلت بالاستياء من الإدارة الأمريكية، حيث هاجم أوباما وبشدة تصريحات نتنياهو المنفلتة ضد العرب عشية يوم الانتخابات. وتدرس الإدارة الأمريكية حاليا بعد هذه التصريحات الاعتراف بدولة فلسطين. السلطة الفلسطينية أعربت عن انزعاجها الشديد، لكنها في نفس الوقت دعت المجتمع الدولي إلى تحقيق الشرعية الدولية. الدكتور صائب عريقات ذكر في تصريح صحفي أن المطلوب الآن للحفاظ على عملية السلام وخيار الدولتين أن تقوم الولايات المتحدة بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 67 وبالقدس الشرقية عاصمة لها، وكذلك أن تقوم دول الاتحاد الأوروبي التي لم تعترف بعد بالاعتراف بشكل فوري. من جهته أكد سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة حماس في غزة أن حماس لا تفرق بين الأحزاب الإسرائيلية، لأنها متفقة على التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني ومواصلة العدوان عليه. مشاهدينا، نخصص حصة اليوم لمناقشة نتائج الانتخابات التشريعية الإسرائيلية وردود الفعل الفلسطينية والدولية المتشائمة بعد فوز نتنياهو، وعن مزايا وحدود الكتلة العربية في الكنيسة وسط اتساع بالغ للمد اليميني. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم. نبدأ ومعنا من الداخل الفلسطيني من الجليل قرية عرابة الأستاذ أسامة السعدي، العضو في الكنيسة الإسرائيلي النائب عن القائمة العربية المشتركة. أهلا وسهلا بك سيد أسامة، الله يعطيكم العافية. أهلا وسهلا بك وبجميع المستمعين، وشكرا جزيلا. شكرا لك. يعني بداية، كان إقبال كبير حقيقة، إقبال فلسطيني واسع بانتخابات الكنيسة. هل يعتبر ذلك بالنسبة لكم انتصارا، وهي المرة الأولى اللي يحدث هذا التكتل؟ يعني لأول مرة يحدث هذا التكتل بين بعض الأحزاب العربية في الكنيسة. تفضل سيدي. يعني نعم، هذا صحيح. يعني لأول مرة منذ النكبة عام 48 نخوض الانتخابات، الجماهير العربية في هذه البلاد تخوض الانتخابات بقائمة مشتركة واحدة تمثل الجماهير العربية، وهذا طبعا يعد إنجاز تاريخي. غيرنا الخطاب السياسي في الداخل الفلسطيني، وأعطينا نموذجا للشعوب العربية قاطبة، وخاصة إلى شعبنا الفلسطيني في المناطق المحتلة، أننا في ظل هذه التحديات وفي ظل هذه الهجمة العنصرية علينا التوحد، وفعلا استطعنا من إنجاز قائمة مشتركة واحدة مثلت وتمثل الجماهير العربية، وحصلت على إنجاز كبير في هذه الانتخابات. ما يقارب 500,000 مصوت من جماهيرنا العربية دعمت هذه القائمة وأعطت ثقتها بهذه القائمة، والآن أصبحنا فعلا القوة الثالثة في البرلمان الإسرائيلي لأول مرة منذ النكبة عام 48، وهذا طبعا يعد إنجاز وفخر لنا بشعبنا العظيم الذي أيد ومنح هذه القائمة هذه الثقة الغالية. أستاذ أسامة، ربما للمتابع العربي يود أن يعرف ما هي المزايا والحدود، يعني المزايا اللي ممكن للكتلة العربية في الكنيسة يعني أن تستفيد منها في ظل المد اليميني، لنقول بين قوسين، المتطرف. طبعا نحن نتحدث عن المجلس التشريعي، البرلمان هو السلطة التشريعية في البلاد، هو مكون من 120 عضو في البرلمان. بنيامين نتنياهو وحزبه الليكود حصلوا على 30 مقعد، أي تقريبا ربع المقاعد، وهو يستطيع الآن تشكيل حكومة يمينية متطرفة مع الأحزاب اليهودية المتدينة.
والآن نحن القوة الثالثة كما قلت، وهذه أول مرة تكون الأحزاب العربية هي القوة الثالثة وتعمل ضمن كتلة واحدة. في السابق كان هناك عدة كتل في داخل البرلمان، كتل مكونة من 3 أعضاء 4 أعضاء، ولكنها لم تكن كقائمة واحدة. الآن نستطيع أن نتمثل في كافة لجان البرلمان بقوة، اللجان المهمة، لجنة المالية، لجنة الداخلية وغيرها من اللجان. نحن هناك لكي نتصدى لهذه التشريعات العنصرية التي يريد الائتلاف اليميني أن يشرعها ضد المواطنين العرب في البلاد وضد شعبنا أصلا، لندعم قضية السلام العادل بين إسرائيل وبين السلطة الوطنية الفلسطينية وبين أبناء شعبنا في المناطق المحتلة. نريد إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية في حدود عام 67 وعاصمتها القدس وحل قضية اللاجئين، ونعمل أيضا على إنجاز المساواة التامة في الحقوق اليومية والقومية لجماهير شعبنا في الداخل التي تعاني من تمييز عنصري على مدار أكثر من 70 عام، ونريد أن نساهم في حل المشاكل الحياتية اليومية التي يعاني منها أبناء شعبنا في قضية المصادرة الأراضي، في قضية هدم البيوت، في قضايا الفقر، في قضايا العنف، في كافة مجالات الحياة التي نعاني من تمييز عنصري على مدار عشرات السنين. نعم. هذه هي أهدافنا، ولذلك نحن في البرلمان لكي نطرح قضايا شعبنا ونحاول أن ننجز ونحقق العديد من الإنجازات لأبناء شعبنا. نعم، ولكن أستاذ أسامة، من ينظر إلى تصريحات نتنياهو واللاءات التي أطلقها عندما تحدث أنه لا لدولة فلسطينية ولا لتقسيم القدس، يعني وكأنه يكشف عن خططه وبرامجه للتعامل مع الجانب الفلسطيني، يعني هل هذا كان مفاجئا بالنسبة لكم؟ كلا، نحن نعرف بنيامين نتنياهو على مدار أكثر من 3 دورات كان فيها رئيس حكومة. نحن نعرف أنه لا يريد أن يتقدم في العملية السلمية، هو فقط يتحدث عن عملية سلام، عن peace process، ولا يتحدث عن سلام. نحن نعرف أنه لا يريد أن تقوم دولة فلسطينية، هو يعني هذه فقط هي ضريبة كلامية يطلقها عندما يقول أنه مع حل الدولتين، ولكنه مستمر في الاستيطان وفي توسيع الاستيطان، وخاصة في القدس العربية المحتلة وكافة المناطق المحتلة، مع ائتلاف يميني كالذي يريد أن يقيمه ويكون حكومة جديدة. طبعا لن تكون هناك أي بوادر لانفراج لا مع الشعب الفلسطيني ومع القيادة الفلسطينية ولا مع العالم ولا مع أوروبا، ولذلك أعتقد أن الأزمة في إسرائيل سوف تستمر، الأزمة السياسية، أزمة علاقات خارجية، وأيضا أزمة اقتصادية اجتماعية لن يستطيع الهروب منها نتنياهو إلا بالانصياع إلى الشرعية الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال. نعم سيد الكريم، محللو القناة الإسرائيلية الثانية قالوا أنه المجتمع الإسرائيلي انتخب من قلبه وليس من عقله، وكان التصويت قبليا وليس سياسيا. عاد المجتمع الإسرائيلي 20 سنة مثل انتخابات 1996، ولا يزال اليهود حائرون في أمر يهودية الدولة. هل هم اليوم أكثر إصرارا على مسألة يهودية الدولة برأيك؟ كلا، أعتقد أنه فعلا كما قال المحللون وكما جاء في سؤالك، يعني كان هناك تصويت قبلي عنصري. يعني بنيامين نتنياهو في نفس يوم الانتخابات قام ببث شريط عبر حسابه في الفيسبوك وفي شبكات التواصل الاجتماعي، وخوف المجتمع اليهودي من نسبة تصويت عالية لدى المواطنين العرب، وقال أن المواطنين العرب يريدون أن يستولوا على الدولة، وهم يأتوا إلى الصناديق الاقتراع بالباصات وبالشاحنات، فلذلك على هناك خطر حقيقي. يعني خطر من ماذا؟ نحن مواطنون متساوون، فكيف لرئيس حكومة أن يقوم بهذه النظرية العنصرية التي تنم عن عقلية عنصرية في رأسه، ويخوف المجتمع اليهودي من ممارسة حق ديمقراطي لمواطنين عرب في البلاد. ولذلك يعني رأينا نسبة التصويت فعلا هي الأعلى منذ عام 99، بلغت نسبة التصويت ما يقارب 73%، وهي الأعلى منذ انتخابات عام 99. واستغل المواطنين العرب وتصويت المواطنين العرب وتوحد العرب في قائمة مشتركة
كفزاعة للأحزاب اليهودية ولليمين وللمجتمع الإسرائيلي أن انظروا إذا لم تخرجوا إلى الصناديق فكأن العرب سيستولون على الحكم. طبعا هذه دعاية كاذبة وهذا تضليل، لأنه حتى لو صوت المواطنين العرب بنسبة 100% لن نحصل على أكثر من 20 مقعدا من أصل 120. فلذلك يعني هذه النظرية هي مضللة كاذبة وتفضح السياسة العنصرية والعقلية العنصرية التي في رأس بنيامين نتنياهو للأسف الشديد. نعم، نتحدث عن الموقف الأمريكي. يعني الصحف الأمريكية اهتمت بموضوع هذه الانتخابات، وأيضا كان هناك رد من قبل الإدارة الأمريكية بخصوص تصريحات نتنياهو. يعني باعتقادك الموقف الأمريكي اليوم بأنه الإدارة الأمريكية تدرس قيام دولة فلسطينية أو الاعتراف بدولة فلسطينية، هل تعتقد أنه هذا الكلام جدي أم هو مجرد كلام للاستهلاك الإعلامي؟ نحن رأينا في السنوات الأخيرة أن الإدارة الأمريكية لا تقوم بواجبها في موضوع عملية السلام، ولا تكون وسيط محايد وهي تقف إلى جانب إسرائيل. وأعتقد أن هذا التصريح هو تصريح خطير من وزير الخارجية، وفعلا هو في محله وفي مكانه ضد تصريح بنيامين نتنياهو بخصوص المواطنين العرب، وقال أن هذا ينم عن عنصرية. هذا التصريح مهم، ولكن أعتقد أن موضوع الدولتين وحل الدولتين يعني أكثر منه للاستهلاك الإعلامي منه في الواقع. يعني لو أرادت الأمريكية ممارسة الضغوطات على الحكومة الإسرائيلية لكان بالإمكان منذ وقت طويل أن تتحرك العملية السلمية. انظري يعني فقط بالحكومة الإسرائيلية تحتجز وبقرصنة غير مسبوق لها أكثر من نصف مليار دولار أموال الشعب الفلسطيني التي هي من حق الشعب الفلسطيني. تخوض إسرائيل، حكومة إسرائيل، بجبايتها وعليها أن تحولها إلى السلطة الوطنية الفلسطينية لكي تقوم بدفع الرواتب وتقوم بتحريك العملية الاقتصادية في المجتمع الفلسطيني. هي تحتجز هذه الأموال منذ أكثر من 3 أشهر، وعلى الرغم من الضغوط الأمريكية بين هلالين لم إسرائيل لم تقوم بالإفراج عن هذه الأموال، وحتى يومنا هذا لم تفرج عن الأموال. يعني في شغلة بسيطة، في قضية بسيطة كهذه لا يمكن الإدارة الأمريكية أن تضغط على إسرائيل. فهل بالإمكان أن ننتظر أن تقوم أمريكا؟ فعلا يوجد لها دور وبإمكانها الضغط، ولكن أعتقد أن الضغط هو ضغط يعني للاستهلاك المحلي وليس فعلا ضغط حقيقي، لأننا نعرف إذا قامت أمريكا بممارسة ضغوطها كما يجب فبالإمكان أن تتقدم العملية السلمية وأن نتقدم إلى الأمام. ولذلك نحن نريد لأمريكا وللاتحاد الأوروبي وللمجتمع الدولي أن يقوم بممارسة دوره وأن يمارس الضغط لإنهاء الاحتلال الأخير في العالم. يعني الشعب الفلسطيني هو الشعب الأخير الذي لا يوجد له مكان تحت الشمس ولا توجد له دولة فلسطينية ويرزح تحت نير الاحتلال. شكرا جزيلا للنائب أسامة السعدي في الكنيسة الإسرائيلية، النائب عن القائمة العربية المشتركة. شكرا جزيلا. شكرا على هذه المشاركة. ننتقل مشاهدينا إلى رام الله هذه المرة. معي من هناك دكتور صبري صيدم، نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح. أهلا وسهلا بك دكتور صبري. أهلا وسهلا. بداية، وفي خبر جديد اليوم، نتنياهو وكأنه يغير من لهجته في موضوع اللاءات اللي ذكرها قبل عدة أيام والتصريحات الأخيرة المستفزة حقيقة، والتي تحدثت عن لا لقيام دولة فلسطينية ولا لتقسيم القدس ولا لحل الدولتين. نتنياهو يشترط يعني موضوع حل الدولتين مقابل نبذ حماس. كيف تقرأ هذا التصريح الجديد لنتنياهو؟ تحية لكم من جديد. من الواضح بأنه هذه التصريحات تأتي تباعا الآن من إسرائيل حتى يعني تضع النقاط على الحروف وتفصح عن ماهية هذه الحكومة العنصرية القائمة حاليا والقادمة خلال أيام وربما أسابيع. حكومة عنصرية بامتياز، كل ما تقول لا قيمة له،
ما قاله نتنياهو كانت الجملة الأصدق في حياته السياسية عندما قال بأن لا دولة للفلسطينيين، وهو بالتالي أفصح عن ما يدور في وجدانه وما استندت عليه سياسته خلال السنوات الماضية. وحقيقة هو تعبير صادق منه، وإن كان هذا الصهيوني المتغطرس يحاول قدر الإمكان أن يذر الرماد بالعيون من خلال تصريحات كالتي استمعنا إليها اليوم، ولكنه كان صادق بهذا التصريح بأن لا دولة فلسطينية وأنه مستمر في سياسة الغطرسة. وبالتالي كل ما يقول نتنياهو وكل ما يقول عنصرية الأبيب لا قيمة له على الإطلاق. أستاذ دكتور صبري، ما المطلوب فلسطينيا اليوم للرد على هذه التصريحات الخطيرة حقيقة، يعني وكأنها تصريحات تنم عن يعني لنقل تنم عن إنهاء القضية الفلسطينية بشكل أو بآخر، يعني كانت ردود الفعل متشائمة نحو هذه التصريحات. نعم، بطبيعة الحال لأنه هناك تقلب واضح بالمواقف. سمعنا عبر وسائل الإعلام بأن الإدارة الأمريكية تدرس تغيير موقفها من إسرائيل، وبالتالي ربما اللوبيات اليهودية قد نصحت نتنياهو بإعادة النظر على الأقل بتخفيف اللهجة إعلاميا ومحاولة معاودة النظر فيما بدر عنه من تصريحات. لذلك هذا التقلب السياسي إنما ينم عن رغبة إسرائيلية باللعب بالوقت، وهذه سياسة يعني عهدناها خلال السنوات الماضية التي لا قيمة فيها إلا للاستهلاك الإعلامي والحديث الممجوج الذي لا يغني ولا يسمن من جوع. ما مطلوب هو فلسطينيا الاستفادة من تجربة القائمة العربية المشتركة بتوحيد الصفوف ورأب الصدع الفلسطيني والتركيز على المستقبل باتجاه تصعيد المقاومة الشعبية والضغط على دول العالم باتجاه الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وإن كانت دولة الاحتلال لن تذعن لهذه الإرادة، ولكن لا بأس من أن نعيد الكرة بالتوجه لمجلس الأمن هذا الأسبوع وعدم الانتظار على الإطلاق، لأنه نتنياهو سياسته واضحة، موقفه واضح، ما قاله في الحملة الانتخابية كان كما أسلفت الأكثر صدقا، وبالتالي مهم أن نعود لمجلس الأمن حتى يكون هناك موقف فلسطيني قاطع وحازم، ونضغط على الإدارة الأمريكية باتجاه أن تفعل للإرادة الفلسطينية هذه المرة وأن تعترف بفلسطين، ولابد أيضا من تصعيد التوجه لمحكمة الجنايات الدولية. هذه حكومة قتلة وحكومة مجرمين وصهاينة، يجب أن تجابه بموقف فلسطيني صلب وعدم التردد على الإطلاق. ولكن دكتور صبري، إلى أي مدى الاعتراف بدولة فلسطين من قبل بعض الدول الغربية أو حتى أمريكا إذا ما قررت ذلك، إلى أي مدى ممكن أن تخدم القضية الفلسطينية في الوقت الحالي؟ حقيقة بعض المحللين يقولوا بأنه لا قيمة لهذه الخطوة، وإن كان هذا الكلام صحيح صراحة نسأل أنفسنا لماذا إذن قاومت إسرائيل بهذه الشراسة توجهنا الأخير لمجلس الأمن. طبعا إسرائيل تعرف بأنه مجلس الأمن هو مطبخ السياسة الدولية، وإذا ما أقر قيام الدولة الفلسطينية في هذا المطبخ وفي هذه المؤسسة ستتحول أو يتحول كل العالم معها إلى كتلة ضغط هائلة على إسرائيل للإذعان. وكلنا نتذكر جنوب إفريقيا بالأمس القريب عندما رفضت حكومة البيض أن تعطي السود حقوقهم وتحول العالم إلى كتلة مقاطعة ضد إسرائيل، وهذا ما نبتغيه، أن يكون هناك موقف أممي واضح وعلى رأسه الإدارة الأمريكية، وأن يكون هناك على الأقل موقف مقاطع اقتصاديا حتى يشعر هذا الاحتلال بأنه دوام الحال من المحال. لكن استمرار إسرائيل في هذه السياسة المفرطة في الغطرسة إنما يأتي جراء غياب المواقف الدولية التي تضغط على هذا الاحتلال وتعتبره خارج عن منظومة القوانين والشرائع الدولية. نعم، عودة إلى نتائج الانتخابات التشريعية الإسرائيلية دكتور صبري، والإنجاز الذي يتحقق لأول مرة بتكتل عربي موحد في الكنيسة الإسرائيلي، كيف تقرؤون هذه الوحدة بين بعض الأحزاب، ولا نقول الكل، خاصة أنه البعض في بعض الحركات العربية الموجودة في الداخل الفلسطيني تعارض أصلا المشاركة في الكنيسة، رأيك في ذلك؟ يعني أنا أحترم موقف التوجهات الفلسطينية في فلسطين التاريخية ممن يقول لا جدوى من الدخول في العملية الانتخابية الإسرائيلية، ولكن يجب أن نقول لمرة واحدة بأنه الجدار الصد العربي الحائط المنيع في وجه اليمين الآن تشكل وتكون بلحمة أبنائنا في الداخل الذين عانوا مما عانوا فيه
من التفرقة والانقسام وحدوا صفوفهم، جاءوا بتجربة نوعية، وأعتقد أنه هذا انتقال من حيز الأمنيات إلى حيز الفعل داخل الكنيسة، وهذا شيء يحترم ويبجل، ويجب أن تنعكس هذه التجربة على الكل الفلسطيني، ولا ندفن رأسنا بالرمل ونقول بأنه هذه لا فائدة منها. لا، في منها فائدة. اليوم 13 مقعد للقائمة العربية وست مقاعد لميرس الذي أوشك على الدخول في تحالف مع القائمة العربية المشتركة، وبالتالي هناك جدار صد قائم الآن في الكنيسة، لن يحرر فلسطين بطبيعة الحال، ولكنه سيشكل حجر عثرة أمام سياسة نتنياهو وأمام الغطرسة التي تمارسها إسرائيل في الوسط العربي، حيث قتلت كل أمنيات وأحلام الشباب هناك، جعلت حجم البطالة يزداد، كل مشاكلهم الاجتماعية تفاقمت، وحاولت عزلهم عن امتدادهم الشرعي والأصيل مع فلسطينية الداخل في أراضي 67، وبالتالي درس كبير وعبرة كبيرة وتجربة نوعية. وأنا كتبت بالأمس في القدس العربي عن أكذوبة استطلاعات الرأي، وقلت أنه الماكينة الأمنية الإسرائيلية أدارت استطلاعات الرأي حتى تنجح نتنياهو وتلعب اللعبة القذرة التي آتت باليمين من جديد. نعم، وربما تصريحاته هي اللي جعلته ربما يفوز في هذه الانتخابات، خاصة أنه استطلاعات الرأي كانت تقول عكس ذلك، لم يكن متوقعا فوزه، أليس كذلك؟ نعم، هذا صحيح. تذكر قبل أيام أحد استطلاعات الرأي أعطى ما يسمي بالمعسكر الصهيوني، وهو لا يختلف بالمناسبة عن نتنياهو من حيث الطموح، وإن جمل نفسه ببعض التصريحات، لكن أعطت هذا المعسكر بقيادة ليفني وهيرتسوك أعطته تقدم بواقع 4 مقاعد، مما جعل هذا المعسكر يتراجع في حملته الانتخابية باعتبار أنه النصر محقق، ويفاجأ بانتصار نتنياهو. وهذه الاستطلاعات هي أكذوبة في إسرائيل يقودها جهاز الموساد والأمني والجزء الأمنية الإسرائيلية، لأنها تريد لليمين أن يحكم السيطرة، وبالتالي أدارت هذا الملف بحيث يكون لليمين السطوة وتحمى هذه المكنة العسكرية الإسرائيلية الأمنية، ويستمر الاحتلال دون أي وازع لإنهائه، ويكون للوجود العربي وللوجود اليساري الإسرائيلي يعني مقاعد قليلة، وبالتالي لا تؤثر في صناعة السياسة. على العموم، هناك مفاجأة من العيار الثقيل حصلت في الانتخابات. نتنياهو تحول من قائد في إسرائيل إلى إمبراطور الآن، يعتبر نفسه بأنه هو الوحيد الذي استطاع أن ينشل حزب الليكود من التهلكة وأن يعود باليمين الإسرائيلي إلى خارطة الفعل، وهو بالتالي يستغني عن الأحزاب المجهرية التي لطالما أدمت أنفه خلال الائتلاف الماضي، وسيشكل حكومة مريحة حتى يضغط على الفلسطينيين ويحقق الرغبة في الاستفراد بالفلسطينيين. لذلك يا وحدنا نقولها من جديد، تعود عود على بدء بضرورة لملم جراحنا الفلسطينيين والضغط باتجاه إنهاء الاحتلال ومواجهته وعدم الخنوع. وأنا بتحدث من الضفة الغربية ولا أتحدث لا من جنيف ولا من لندن. نعم. عدم الخنوع لهذا المجرم والاستمرار في مواجهة الاحتلال وصولا إلى التحرير والاستقلال. شكرا جزيلا للدكتور صبري صيدم، نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، كنت معنا من رام الله. مشاهدينا، سنذهب إلى فاصل قصير، تابعونا بعده.
مشاهدينا، السلام عليكم من جديد، وقراءة تحليلية مختصرة في نتائج انتخابات الكنيسة الإسرائيلي. ننتقل إلى غزة، معي من هناك الدكتور مجدي الكردي، مدير مركز بالمايند للبحوث والدراسات الاستراتيجية. أهلا وسهلا بك دكتور مجدي. أهلا وسهلا. في البداية دكتور مجدي، يعني قراءتك لهذه الانتخابات، لنتائجها، لفوز نتنياهو ولتصريحاته الأخيرة التي استفزت الفلسطينيين أولا والمجتمع الدولي عموما، تفضل. بداية أشكركم، بس نحكي باختصار شديد على الانتخابات الإسرائيلية. إن ما حققه نتنياهو في حصوله على 30 مقعد لا يمثل داخل الوسط الإسرائيلي، باعتبار حصوله على 26% من أصوات الناخبين. ما سيعمل على لم شمل الأحزاب المتطرفة المتدينة في ائتلاف حكومي جديد يبرز الوجه الحقيقي لتطرف نتنياهو بنزعته السورية تجاه العرب وتجاه قضية السلام في الشرق الأوسط. نعم دكتور مجدي، أنتم سيكون لديكم ندوة بهذا الخصوص، حول يعني قراءة تحليلية لنتائج الانتخابات الإسرائيلية، انتخابات الكنيسة الإسرائيلي. حدثنا نعم. عن هذه الندوة والهدف منها. احنا يعني مركز مال مايند بيعكس على اجراء ندوات تثقيفيه للمجتمع الفلسطيني في داخل قطاع غزه من خلال لقاء بعض الشخصيات المهتمه ذوي الاختصاص في كافه المجالات. والحدث الابرز في الساحه الفلسطينيه وساحه الشرق الاوسط هو الانتخابات الاسرائيليه، وما افرزته الانتخابات الاسرائيليه من فوز نتنياهو بتشكيل حكومه اخرى ستكون مدعاه للتطرف ولا تزع ختيل الحرب في الشرق الاوسط، دعانا لاقامه مثل هذه الندوه التي سنجتمع مع عدد من المختصين والمحللين في الشان الاسرائيلي واقع الانتخابات الإسرائيلية، حيث لدينا القائمة العربية الموحدة داخل الخط الأخضر والتي أصبحت القوة الثالثة في إسرائيل. دكتور مجدي، وأنتم يعني موجودين في غزة، أكيد كان في هناك ردود فعل في الشارع الفلسطيني حول تصريحات نتنياهو اللي هدد فيها بعدم قيام دولة فلسطينية وعدم وموضوع حل الدولتين، وأيضا لا لتقسيم القدس كما ذكر. كل هذه اللاءات التي ذكرها نتنياهو في تصريحاته، كيف رآها الشارع الفلسطيني؟ قام الشعب الفلسطيني في غزة هذه التصريحات باستياء وغضب شديد، نظرا لأن نتنياهو شارك في انتخابات مع السلطة الفلسطينية في أكثر من سنة، وكان يتمحك ويظهر أنه مقبل إلى السلام، وحقيقة الأمر ما عكسه عشية انتخابات بتصريحاته المستفزة والعنصرية اتجاه عرب الداخل، وتحريضه بالتوجه لصناديق الانتخابات لكسر شوكة العرب. رجل يدعو إلى العنصرية والوحشية في التعامل. كان الشارع الغزي مستاء جدا من هذه التصرفات، وعلى أمل أن تكون الانتخابات الجديدة في إسرائيل مدعاة للسلام، مدعاة لوجود حكومة قوية تستطيع أن تتخذ قرارات مصيرية. ولكن بعد حصول نتنياهو على أغلبية ساحقة في البرلمان بالتعاون مع الأحزاب المتطرفة، بادر بالنزعة العنصرية والتطرفية، فهذا انعكس على الشارع الفلسطيني في غزة بالاستياء التام والغضب الشديد من هذه التصريحات. أشكرك شكرا جزيلا دكتور مجدي الكردي، مدير مركز بالمايند للبحوث والدراسات الاستراتيجية، كنت معنا من غزة. مشاهدينا، دعونا أرحب الآن بضيفنا في الاستوديو، الأستاذ أمجد سلفيتي، المحامي المعروف والمختص في القانون الدولي. أهلا وسهلا بك أستاذي الكريم. طبعا نتحدث اليوم يعني عن قراءة تحليلية مختصرة لنتائج الانتخابات الإسرائيلية. اليوم هناك تصريحات لنتنياهو شبه يعني مغايرة، كان يرفض يعني تصريحه الأخير المستفز واللي أدى إلى استياء كبير في الشارع الفلسطيني. اليوم يغير من لهجته، تصريح جديد له، يقول ويشترط نبذ حماس مقابل حل الدولتين. رأيك بهذا التصريح الجديد لنتنياهو؟
بكل تأكيد هو يعني يحاول يعني ماكرا أن أولا يتبرأ أو يتنصل عن الأقوال، وخاصة باللحظات الأخيرة المؤدية للحظة التصويت والاقتراع، فهو تنصل يعني واضح، لأنه يعني أدى إلى ضرر غير مسبوق من خلال هذه التصريحات، كله من أجل أنه يحصل على أكبر نسبة من المقاعد. وبالتالي كان متوقع أن يعني يقوم بهذه الخدعة السياسية، أن يقوم اليوم بإعادة نفسه إلى المكان الذي يجب أن يكون فيه، وهي أنه يريد أن يحاور الفلسطينيين أن يستمر بالمفاوضات، ولكن هم الفلسطينيين هم من يؤخرون ومن يعطلون هذه الانتخابات. فهي أعتقد هي لعبة قديمة جديدة يعني يجيدها نتنياهو، وبالتالي لم يتأخر كثيرا بعد ما حصل على ما أراد أن يحصل عليه من أصوات ومقاعد في الكنيسة، ليرجع ويعود ويلبس القناع الطبيعي الذي تعودنا عليه. هل تعتقد أنه كان ذلك بسبب الضغط الأمريكي عليه، خاصة تصريحات أوباما الأخيرة والإدارة الأمريكية اللي ردت على هذه التصريحات بأنه ندرس الاعتراف بدولة فلسطين؟ يعني أنا أعتقد أنه نتنياهو أساساً ليست له رغبة بالتفاوض مع الفلسطينيين أو إقامة أي حل على أساس الدولتين. ولكن أعتقد أن نتنياهو اختار أن يعني يزيل القناع مؤقتاً ليحصل على أصوات المستوطنين والمتطرفين الإسرائيليين وتثبيت أقدامه بالحكم بإسرائيل. ولكن عندما ينتهي من هذه المهمة يريد أن يعود، ولكنه يعني ليس له النية الحقيقية. يعني لا يمكن أن نقول أنه نتنياهو كان صاحب مشروع سلام مع الفلسطينيين وبالتالي هو ابتعد عنه. هو لم يكن أبدا صاحب مشروع سلام مع الفلسطينيين، لم تكن له النية الحقيقية للتفاوض، ولم يؤمن أبدا بحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته. لكن هو يعني كان يخدع الفلسطينيين تماما، والغرب يجاملهم بأنه هو يتحدث للفلسطينيين، ولكن دائما العيب بعين الفلسطينيين. تفضل. يعني هو هل يعني عندما نتحدث عن الموقف الأمريكي الأخير والتصريحات الأخيرة بأنه الاعتراف بدولة فلسطين يعني هي يعني محاولة لتخويف نتنياهو أن يلتزم بموضوع السلام مع الفلسطينيين وموضوع حل الدولتين، أم لا بعتقد؟ لا، أنا أعتقد إنه نتنياهو يعني اليوم يمكن أن يخاطب حتى الغرب والولايات المتحدة تحديدا بأن الشارع الإسرائيلي لا يريد حقيقة حل سلمي أو السلام، طريق السلام مع الفلسطينيين. من ينادي بالسلام الآن بفلسطين هم قلة يعني، ومن ضمنهم اللائحة المشتركة التي تحاول أن تحاور اليهود في إسرائيل ليكونوا من ضمن الديمقراطيين ومن ضمن المجموعة التي تريد إصلاحات بإسرائيل، ومن ضمنها أن تلتزم بعملية السلام كجزء من المصلحة الوطنية الإسرائيلية. لكن الفريق الآخر، وهو الآن بشكل واضح الأحزاب اليمينية وكذلك الليكود بقيادة نتنياهو، هو الآن عمليا معه يعني صق واضح بأن يعني لا، نحن لا نريد سلام مع الفلسطينيين. ونخشى من الفلسطينيين ونرفض حل الدولتين والقدس موحدة كعاصمة أبدية لدولة إسرائيل. هاي كلها الصهيونية التاريخية التي دائما يعني يتنكرون لها عندما يعني تكون المصلحة بحاجة لذلك. لكن هو الأساس لدولة إسرائيل هو طبعا إنكار حق الآخر والتمسك في الأرض وإقامة العاصمة الأبدية. نعم، ويهودية. السلطة الفلسطينية تعول كثيرا على موضوع الاعتراف بدولة فلسطين،
ومن خلال التصريحات إذا كان من خلال دكتور صائب عريقات أو مسؤولين آخرين في السلطة الفلسطينية، يعني الحديث حول يجب أن تعترف بقية الدول الغربية التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، يجب على أمريكا أن تعترف بدولة فلسطين. هل تعتقد أنه هذا يكفي لتلتزم إسرائيل بعملية السلام يعني اللي كانت موجودة أساسا وفشلت؟ يعني إلى حد كبير ما هي الخيارات؟ طبعا هذا المسار السياسي وهو إيجاد ضغوط يعني وعمليا تصدير رسالة لإسرائيل بأن مصلحاتها مهددة، لأن الدول العالم تنبذها وتستثنيها، وذلك يأتي من خلال التأييد أو الاعتراف بإقامة دولة فلسطينية. أنا أعتقد المسألة أبسط من ذلك. الغرب هل يرى بإعادة انتخاب نتنياهو كرسالة أو كوزير رئيس وزراء حامل لواء معارضة السلام كما صرح قبل الانتخابات أنه لن يعترف بدولتين، أو الآن أصبح لدى الغرب قناعة بأن هذا الشخص هذا 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 الشخص هو صهيوني يمثل شريحة معينة، وبالتالي إذا لم تقاطع أو لم تهدد مصالح تلك الشريحة فبالتالي سيستمر بهذا المسار وسيهدد عملية السلام ككل. هذه الشريحة ليست بقليلة، يعني هناك اتساع ومد يميني كما نستمع من خلال الوكالات، يعني يكبر ويزداد باستمرار بكل تأكيد. يعني كتمثيل سياسي في الكنيست هناك 30 مقعد بشكل واضح للمتطرفين. طبعا هؤلاء ليسوا الصهاينة، المعراخ وحزب ليبيت سيفني والآخرين، هؤلاء أيضا ليسوا بالضرورة مؤيدين لعملية السلام. يعني هناك جزء كبير، والكنيست كما تعلمين 120 مقعد، وبالتالي يمكن أن تكون أكثر من نسبة أو إلى حد نسبة النصف 60 مقعد مع هذا الفريق. ولكن أنا ما أقوله إنه يعني الغرب هل سيحسم الأمر بأنه يقول التصريحات هذه تصريحات مهددة لعملية السلام، وبالتالي لدى الفلسطينيين حق بأنهم توجهوا إلى الجمعية العمومية وإلى مجلس الأمن للاعتراف، ويجب أن نعطيهم هذا الاعتراف، وهذه سيعزز من قدرات السلطة الفلسطينية سياسيا. هل سيعزل إسرائيل هذا الموضوع باعتقادك؟ أنا أعتقد ستكون بداية لعزل، وبالاتجاه الصحيح لعزلهم ولإيجاد الضغوط على إسرائيل. طبعا لذلك بدأت يعني بتفنيد عملية التوزيع المقاعد. هناك 60%، خلينا نقول يعني 50% من الشارع الإسرائيلي، ومن ضمنه 1,200,000 عربي أوكي فلسطيني من فلسطينية الداخل. هؤلاء مع عملية السلام، يعني هؤلاء إلى حد كبير حتى الآن كانت الأغلبية الصامتة لأنه لم يكن لهم تمثيل في الكنيست، وكذلك اليسار الإسرائيلي والحركات الديمقراطية في داخل إسرائيل أيضا لم تمثل بشكل جيد في الكنيست. فهو يعني هذه الانتخابات أفرزت بالشارع الإسرائيلي أن هناك يعني نصفين، هناك فريقين، فريق مع السلام، فريق ضد السلام. إذا اقتنع الغرب بأنه هذا الفريق الذي تم انتخابه هو معارض تماما للسلام، فإذا يجب أن يقروا بأن السلطة الفلسطينية وما قامت به لم يكن عملية يعني استهتار أو مغامرة، كانت عملية مدروسة، لأن فعلا كانوا يتعاملون مع فريق بالمقابل بقيادة أيضا نتنياهو مع توزيعة مختلفة بالكنيست، كانت لا ترغب بالسلام أساسا. وتجد يعني كل أنواع العراقيل لتعطيل عملية السلام. ولكن هل المشكلة حقيقة في نتنياهو هذا الشخص نفسه أم في المنظومة الحاكمة؟ يعني هناك اللي نتحدث عن القوى الحركات الإسلامية داخل الخط الأخضر أو حتى حماس في غزة، يعني هم لم يتفاجأوا بهذه التصريحات ويعتقدون أنه إذا جاء نتنياهو أو غير نتنياهو فهي سياسة واحدة تهميش للشعب الفلسطيني ولحقوقه، فيعني المسألة وما فيها لا تحتاج إلى يعني انزعاج.
لا انا لا اعتقد هذا الكلام دقيق، لانه يعني اذا كان هذا الموضوع صحيح فليس هناك داعي للمشاركه بالعمليه السياسيه. يعني هذا الكلام الى حد ما مثل ما هو يعني يحلل طبيعه الشارع الاسرائيلي، لكن هو ايضا ينزع من نضال عرب فلسطين التاريخيه اللي هم اخواننا في داخل الخط الاخضر، ينزع منهم اهم سلاح موجود لديهم وهو المشاركة السياسية في عملية الاقتراع وعملية القرار. هل من جدوى برأيك؟ يعني هناك من يعتقد أنه لا جدوى من هذه المشاركة السياسية للعرب لأنه لن يحققوا ما يطمحوا إليه. أنا أعتقد يعني من تابع مسيرة عرب فلسطين التاريخية يعلم أنه نضالهم كان يعني نضال صعب، طبيعة النضال كانت أصعب حتى من النضال باحتلال منطقة 67، لأنه وجها لوجه هم يتعاملون بشكل مباشر مع المحتل، وأيضا لم يكن هناك تسليط أضواء على الانتهاكات التي كانت تقوم بها إسرائيل. القليل يعلم أنه في بداية بعد 48 كان هناك يعني حكم عسكري لإخواننا بفلسطين 48، ولم يكن لهم أي حقوق على الإطلاق. من هذه النقطة انطلقوا يعني، وأيضا لم يكن لهم العمق العربي، لم يكن هناك تأييد، لم يكن حتى الفصائل الفلسطينية كانت تنادي فقط بأمور معينة، لم تكن تناضل بحقوق هؤلاء. تقصد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ليس فقط السياسية وإنهاء الاحتلال؟ بكل تأكيد. وحتى كشعار سياسي لم يكن هناك يعني شعار موحد يعني بالضبط. بكل تأكيد النضال لم يكن واضح. هم عملوا على أرضية تأسيس جبهة، وأيضا أطلقوا عليها جبهة، وكانت هناك حركات مثل حركة الأرض وإلى آخره، فكان نضال يعني غير طبيعي ضد أشرس يعني ظرف موجود سياسيا في المنطقة، وتمكنوا إلى يعني إيجاد تمثيل، ولكن أيضا تأثروا سلبا عندما تم انهيار الاتحاد السوفيتي، لأنك أكبر تمثيل أو أكبر فصيل أو أكبر جبهة كانت تمثلهم كانت الحزب الشيوعي الإسرائيلي ركع، والجبهة جبهة المساواة، وتضعضع وضع هؤلاء على خلفية انهيار الاتحاد السوفيتي وتزعزعت الأرضية. ولأول مرة كان هناك تواجد للحركات الإسلامية، وهنا أيضا أشير طالما أنه ليس هناك جدوى بالمشاركة، لماذا تشارك الحركات الإسلامية ليس فقط بعملية الاقتراع بس بالعملية السياسية بإسرائيل بالمجالس المحلية مثلا، بعملية يعني المشاركة في نضال، ربما لأنها ترفض فكرة أو مبدأ أن تتفاوض مع المحتل. يعني يجب أن نحترم هذه الخصوصية، لكن على أرض الواقع أنت يوميا تتعامل إن كنت بالعملة الإسرائيلية مع المسؤولين حسب قانون إسرائيل، تحمل جواز إسرائيلي وإلى آخره. يعني يجب أن نكون واقعيين بتوقعاتنا من 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 أبناء الشعب الفلسطيني في فلسطين التاريخية. يجب فعلا أن نعرف احتياجاتهم قبل أن نحكم إذا كان يعني مشاركتهم أو نضالهم على الأقل دعم صمودهم حتى يبقوا على الأرض، يعني لأنه الهدف هو تهجيرهم وطردهم من أرضهم الأصلية. أكيد أعتقد هذا مخطط صهيوني تاريخي. دكتور سنعود لك، لكن اسمح لي، هناك فيديو حول ردود فعل الشارع الفلسطيني حول نتائج انتخابات الكنيسة الإسرائيلية، نتابع معه. كان متوقعا أن يتم هذا النجاح لحزب الليكود وإتلافه اليميني المتطرف، لذلك سيبقى هناك انقلاب السياسي خلال الفترة القادمة، وسيستمر تصعيد وعدوان الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية، الأمر الذي يستوجب أن يكون هناك تفعيل للآليات التي اتخذتها القيادة الفلسطينية سواء بالذهاب إلى المجتمع الدولي لوضع حد للاحتلال وجلائه عن أراضي الدولة الفلسطينية وتطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي أو بالذهاب. حركة حماس لا تفرق بين الأحزاب الإسرائيلية لأنها تتفق على التنكر لحقوقنا الفلسطينية ومواصلة العدوان على شعبنا الفلسطيني، وبالمقابل نحن نؤكد أن المقاومة قوية وقادرة على فرض المعادلات وعلى
قادة الاحتلال أن يعيدوا تقييم مواقفهم، خاصة بعد هزيمتهم في غزة، وعودة نتنياهو مجددا إلى الواجهة السياسية لا يعني لنا شيئا، فنتنياهو فشل في غزة، وغزة والمقاومة قادرة على إفشاله مرة تلو نتنياهو أو غير نتنياهو، أن يكون هناك حل عادل، وخصوصا القضية الفلسطينية، وليست بالحروب وبالدماء وبالتدمير. إذن نتنياهو أو غير نتنياهو هي المسألة واحدة عند الفلسطينية. أستاذ أمجد، ضيفنا من رام الله دكتور صبري صيدم، كنت قد سألت حول المطلوب فلسطينيا، يعني بعد هذه التصريحات المستفزة لنتنياهو حقيقة، واللي تقرأ من خلالها إنهاء القضية الفلسطينية، يعني أجاب أنه نتمنى أن يعني يكون للفلسطينيين موقف واحد مثلما توحد الفلسطينيين في قائمة مشتركة في الداخل الفلسطيني وفي الكنيسة تحديدا. فرأيك هل بالفعل هذه الخطوة الأولى التي يجب أن ينتبه لها الفلسطينيين يعني كتنظيمات مختلفة؟ أنا أعتقد يعني هو درس وإيجابي أنه إخواننا في الداخل رغم كل التحديات ورغم كل الشح بالمقدرات عندهم، هو إنجاز أول من نوعه على فكرة، هو أسبقية بكل تأكيد. هم وضعوا البوصلة، نعم، هم وضعوا البوصلة لطريقة العمل، نعم. يعني كان من أصعب الأمور الاتفاق بين الفرقاء والأحزاب العربية، ولم يكن يعني لم يكنوا بقلة في داخل 48، ولكن فجأة نتيجة تغيير في التشريعات تمكنوا من إعادة الالتحام وإيجاد الاتجاه الصحيح. وهذا على فكرة بحد ذاته يعني أخاف الإسرائيليين، يعني كل تأكيد أكيد أخاف الإسرائيليين، والدليل على ذلك تجاوب المستوطنين والمتطرفين لنداء عرب بأعداد كبيرة يتوجهوا للاقتراع، وبالتالي كان ما هي ردة الفعل؟ فهم دائما متأهبين، دائما يحطون أن العرب لو توحدوا لو تنظموا فمشكلة. إذا نتنياهو قال أنه انتبهوا العرب هجموا، يعني هذا المعنى، يعني في هناك مقولة تاريخية لموش ديان تاريخيا أنه لو لقيتوا العرب مصطفين على الدور للباص تلك اللحظة يكون العربي يهدد خطر إسرائيل. نعم. إنه النظام إذا العرب تنظموا وتوحدوا، صحيح، فبالتالي طبعا الخطر على إسرائيل أصبح حقيقي. عندما يصرح نتنياهو بأنه يعني موضوع حل الدولتين ممكن أن نفكر به، ولكن يشترط نبذ حماس، يعني رأيك بهذا الكلام؟ يعني هل يريد أن يقسم الفلسطينيين أكثر ما هم أصلا متقسمين؟ يعني وهذا التصريح هل يعني له أي أهمية بالنسبة للسلطة الفلسطينية؟ هل ممكن أن يعيد اللحمة الفلسطينية حقيقة؟ هو للأسف يريد أن يقسم المقسم، يعني هذه الخارطة الفلسطينية أصبحت جزء يعني من 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 تاريخنا، من وضعنا، صحيح، فترة طويلة، وبالتالي لسنا بحاجة لردات فعل. يعني هذا يجب أن يكون يعني واجب مقدس لدى الفلسطينيين. الشعب نادى فيه لما كانت هناك ثورات الربيع العربي، طلعوا شباب فلسطينيين في داخل، صحيح، في رام الله والمدن الفلسطينية يطالبون القيادة الفلسطينية، يا أخي ما بدنا تغيير بالقيادة بس علينا توحدوا، نعم. وبالتالي لم يحصل أي شيء. كان هناك الهجوم على غزة كان يعني قاسي وشرس وظالم، وبالتالي لم نتوحد ولم يكن هناك التضامن حتى المطلوب إلى أدنى المستويات. كان في محاولة ولكن فشلت دائما نصل بعد وقف الاعتداء، وكأنه هو يعني عملية تسكين للوجع الفلسطيني، ليس هناك نية حقيقية لحل هذه المشكلة. وأخشى ما أخشى أن يكون هناك يعني ضغوطات من الخارج على الطرفين، نعم، إنه هذا الوضع أفضل، هذا يعطيك الـ 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 الفرصة أنه يعني تتحرك وتناور، وأنت كالتالي برنامجك ما بتوافق مع الطرف الآخر، وبالتالي مناسب أكثر يكون حالي من الانقسام أو حالي لتمديد فترة الانقسام. بغض النظر أنا أعتقد أنه طبعا هذا الانقسام سيخدم نتنياهو. هذه الـ 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 العرض اللي بيقدمه للسلطة الفلسطينية
بأنه يعني تتنصل أو تستثني حماس ومن ثم يمكن الحديث عن إعقاب. تستثني غزة، يعني هم يعني موضوع تقسيم غزة تقسيم جغرافي وسياسي. نعم نعم. هو ليس جديدا على نتنياهو، دائما كان العرض أنه لما يعني إذا بتتحالف مع الإرهاب إذا بتتحدث مع حماس، ولكن أهم شيء بهذا الموضوع بأنه عمليا نتنياهو هذا الخطاب مش للفلسطينيين تماما، هذا الخطاب أنا أعتقد عم بتوجه فيه للغرب، حاول ينسيهم تماما المكر والتصريحات اللي قام فيها بخلال أو قبل الانتخابات، واليوم يرجعهم أنه عندنا خطر اسمه حماس، عندنا إرهاب بالمنطقة، عندنا قاعدة، عندنا وبالتالي نتحدث مع السلطة، طب السلطة حتكون حليفة لفصيل إرهابي، وبالتالي ليش تلوموا إسرائيل؟ نرجع للمربع الأول واللي هو سيؤدي إلى، يعني إذا ما كانش ما في مفاوضات وما راح تنسوا لي كلمة إني أنا بديش حل الدولتين، طب يا عمي مع مين بدي أتفاوض؟ هي إسرائيل، هي خاصة السلطة. بعد إعلان السلطة وقف التنسيق الأمني، يعني ما هي أمور كلها تجمعت مع بعض في الأونة الأخيرة. أعتقد بالنهاية الفلسطينيين بدهم يقولوا نتنياهو ولا غير نتنياهو، الموقف الإسرائيلي حيكون واحد، كمان إحنا لازم يكون إحنا عنا إنقال عنا من الإسرائيليين، يا أخي أبو مازن كان السلطة كانت أو حماس ما كانت، في خط وطني فلسطيني ما يمكن التنازل عنه، واللي كان لازم يشمل من البداية توقيف التنسيق الأمني أصلا. صحيح. اسمح لي أستاذ أمجد، هناك تقرير حول نتائج انتخابات الكنيسة الإسرائيلية، نتابع معا. أظهرت النتائج النهائية لانتخابات الاحتلال الإسرائيلي حصول القائمة العربية المشتركة على 14 مقعدا، وهذا ما يجعلها ثالث قوة في البرلمان بعد الليكود من اليمين والمعسكر الصهيوني من الوسط. وبحسب هذه النتائج التي أفرزتها انتخابات الثلاثاء الماضي، حصلت القائمة العربية المشتركة بقيادة أيمن عودة على 14 مقعدا، وهذه القائمة المشتركة هي تحالف بين كل من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، التجمع الوطني الديمقراطي، الجناح الجنوبي للحركة الإسلامية، والقائمة العربية للتغيير. وبموجب ذلك فإن الأعضاء العرب في الدورة العشرين الكنيسة هم أيمن عودة رئيس القائمة، مسعود غنايم، جمال زحالقة، أحمد الطيبي، عايدة توما سليمان، عبد الحكيم حاج يحيى، حنين الزعبي، دوف حنين وهو يساري يهودي، طلب أبو عرار، يوسف جبارين، باسل غطاس، أسامة سعدي، وعبد الله أبو معروف، وجمعة زبارقة. وهذا هو أكبر تمثيل للنواب العرب في تاريخ الكنيسة المكون من 120 نائبا، وذلك منذ أول انتخابات جرت عام 49-900 ألف في العام التالي لاجتياح الاحتلال الإسرائيلي لأراضي فلسطين. إلى ذلك بررت الحركة الإسلامية في منطقة 48 الجناح الشمالي برئاسة الشيخ رائد صلاح موقفها الرافض للمشاركة في انتخابات الكنيسة بدون أن تدعو صراحة إلى مقاطعتها، بأن الكنيسة أصل من أصول المشروع الصهيوني، وهذا البرلمان الإسرائيلي لم يحقق لنا حقا ولم يرفع عنا ظلما، وكنا وما زلنا منذ نكبة فلسطين نعاني الظلم التاريخي والتمييز القومي والاضطهاد الديني سياسة ممنهجة. أما بالنسبة للموقف الأمريكي فقد هنأ الرئيس باراك أوباما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنجاحه في الانتخابات الأخيرة، مع إشارته لما وصفه بالتزامه طويل الأمد بحل الدولتين بدلا من دولة واحدة. وأتت هذه التهنئة بعد أن شهدت العلاقات بين البيت الأبيض ودولة الاحتلال توترا حول مخاطر التفاوض مع إيران في جلسة للكونغرس الأمريكي أخيرا. سؤال أخير سيدي الكريم، يعني من يقول إنه الطريق إلى فلسطين أو إلى تحرير فلسطين لا يمر من خلال الكنيسة الإسرائيلية، رأيك بهذا الكلام؟ لا، هو أكيد تحرير فلسطين مش هيجي عن طريق الكنيسة. أقصد هنا من يرفض المشاركة في الكنيسة. بكل تأكيد التحرير ذلك. تحرير فلسطين يجب أن يكون من خلال فوهة البندقية، هذا شيء مسألة محسومة، لأن الاحتلال بطبيعته احتلال عسكري. نعم. يعني نكون مسالمين أكثر من الاحتلال مش حيكون منطق، بس أنا اللي بقوله إنه أكيد هناك عدة جبهات، هناك المسألة ليست مسألة بسيطة، نضال إخواننا في داخل 48 له خصوصيته يجب أن نحترمها، يتطلب الموقف أن يكون نضال سياسي من هذا النوع. نعم.
نعم التغيير يمكن لهم أن يحصل من خلال مقاعد أكبر، الشيخ رائد صلاح ربما محق، ولكن يجب أن يسأل نفسه لو كان عندنا 40 صوت في الكنيسة الإسرائيلية سيكون أكثر من الليكود، وهي دولة إلى حد ما شئنا أم أبينا تتبع نوع من أنواع الديمقراطية الغريبة على القليلة لمصالحها، ولكن يجب استغلالها، وهذا ما تقوم به القائمة المشتركة. على الفلسطينيين في الداخل نوع من النضال الآخر، هذا مفروض يجب أن نتعامل به من المعطيات، إن كان سياسي إن كان عسكري إن كان نضال مسلح. كفاحنا بغزة أيضا من نوع آخر، إخواننا بغزة ما قصروا، واقفين للمصالح الفلسطينية وقاموا وانتصروا. إخواننا في الشتات أيضا موجودين ولهم تحديات من نوع آخر. بس منقدرش نختصر المعركة بأنها فقط سياسية أو عسكرية، أو هناك عدة جبهات وكل واحد طلب نوع من أنواع الرد. شكرا جزيلا للأستاذ أمجد السلفيتي المحامي والمختص في القانون الدولي على هذه المشاركة. مشاهدينا أشكر حسن المتابعة، السلام عليكم.